كان لا كان ما شاء الله، كان عمالقة كابتن وائل جمعة، جمعة كابتن شرف طبعا، عبد الفضيل، كابتن محمد نجيب، كنت انا عددهم، أحمد كنت انا السيد. السيد، كابتن احمد السيد. لا كان ما شاء الله، يعني انا كنت ساعتها لما جيت مشيت من النادي الاهلي، مشيت انا قلت انا لو قعدت 10 سنين مش هلعب بصراحة يعني. ف كان أحمد حجازي ولا ما كانش لا لسه لا جه؟ ما حجازي كانش ما كانش لسه. لسه موجود، كان رامي ربيعة موجود، كان رامي. وكان احمد العش موجود، ده من الناشئين، وكان سعد سمير موجود، فكنا ما شاء الله حوالي 8 بس. وبعد كده كابتن اتكلم معايا قال لي انت ان شاء الله هتبقى انت سيرت باك النادي، وهدخلك الماتشات واحده واحده. كابتن حسام البدري المدير الفني في الوقت ده. بس لحد ما خدني كذا ماتش في الدوري، وكنت بطلع بره السكور، وقال لي هتسافر معايا ماتش الاسماعيلي. كنا احنا قبلها كنا خسرنا في افريقيا، وبعد كده رايح تلعب في الدوري، يعني في نادي مباراه ضد النادي الاسماعيلي. هتبقى في ماتش في افريقيا وماتش في الدوري. انا ما لعبتش اللي في افريقيا، وهلعب انا الماتش في الدوري دوت. المفروض هو قال لي هتيجي معايا الماتش، بس هتطلع هناك، هتطلع بره. هتطلع بره بس، انت تشوف بس الاجواء وكده، وهتطلع هناك بس. يوم الماتش بقى ساعتها قال لي انت هتلعب، قلت له يا كابتن ماشي هلعب. قال لي هتلعب باك ليفت، قلت له يا كابتن هلعب باك ليفت. قال لي ده على طول كده، على طول. كان قبل يعني قبل الماتش بيوم يومين بيقول لك الكلام ده لا ولا لا قبل الماتش بساعات. ساعات قليلة؟ كان ساعتها حصل مشكلة كمان، جمهور الإسماعيلي جه عند الأوتيل، وحصل مشكلة، وكانوا يعني بيعملوا حاجات كده وبتاع. فأنا بقى ساعتها الأجواء دي جديدة عليا، مش عليك. فاكر أنا كنت الكلام ده. لسه صغير، ومن الماتشات اللي هتلعبها، اول الماتشات اللي هتلعبها رسمية مع النادي الإسماعيلي، نادي كبير طبعا. طبعا، وكان ساعتها النادي الإسماعيلي كان ما شاء الله يملك لعيبة كبيرة جدا. فكان بالنسبة لي الماتش ده يعني أنا تركيزي إن أنا رايح أتفرج على الماتش بس، مش أكتر. بس مركز في ففوجئت، الفرجة. رايح أتفرج بس، ففوجئت إن أنا هلعب الماتش. كابتن حسام قبل الماتش بساعتين قال لك يا محمد هتلعب. حتى كان في موقف طريف ساعتها، فبيقول لي الماتش سهل جدا، انت هتلعب، هيلعب بيحاول عليك يسهله عليك باك طبعا. رايت احمد صديق واحمد علي وجودون وعبد الله السعيد وكابتن ده المنتخب الكابتن. قال لي خايف ولا ايه؟ قلت له يا كابتن والله بس. وانا بصراحه الموضوع ده انا يعني كذا حد بيكلمني ان كابتن حسام ظلمك، انا مش شايف ان فيها ظلم خالص. انا لا، شايف هي فرص بتيجي، الراجل فرص ده للاعبين. كان بيثق فيا لدرجه ان انا عندي 16 سنه في وسط جيل زي ده عايز العلم. وان هو يثق فينا ان انا العب مكان تاني، فهو كان شايف فيها حاجه. انا مع يعني انا بالنسبه لي ابقى مبسوط من جوايا بالعكس. طبعا طبعا. وان هو يخرجني في الدقيقه 39، فهو الناس خدتها ان هو بيشيلني الماتش، انا باخدها ان هو بيحافظ عليا. يعني انا بصراحه دايما يعني سالت الاسئله دي كتير، بس هي الموضوع ده انا باخده ان كابتن حسام كان بيحافظ عليا. ولما رجعت الثلاث اجوال، لما كذا حد جه يتكلم معايا قلت لهم يا جماعه اصلا ولا جول من عندي، يعني حتى لو هشيل الماتش هو ولا جول من عندي في الماتش ده بس.